كثيرة هي المناسبات ومواسم الأفراح، لكن لم يعد لها طعما في حياة معظم اليمنيين. وهنا في محافظة شبوة لا يختلف الحال كثيرا عن غيرها من المحافظات الأخرى، خصوصا مع قدوم عيد الفطر وعدم قدرة بعض المواطنين على تلبية كل متطلبات العيد كالعوام الماضية. يتضح ذلك من خلال الواقع الصعب الذي فرضته حرب ميليشيا الحوثي والنخلع صالح على البلاد. الوضع الاقتصادي لأغلب الأسر متردي بسبب تأخر رواتبهم، احتياجات العيد محتاجة الكثير من المصروفات، ما نهاية الشهر الكريم محتاج الكثير من المصروفات، والرواتب والمخصصات الناس موقفة. الأسر محدودة الدخل والتي ساءت أوضاعها جراء الحرب هي الأكثر عزوفا عن شراء متطلبات العيد أو الاكتفاء بشراء اليسير منها والأرخص ثمنا. والله بعض ما قدر يكسوه، ما نعرف انه أسر ما قدرت تكسيه هذا العيد، انه بيقول البيت ما بيقدر يكسوه. الشعب اليمني رغم الظروف هذه التي تمر بها البلاد لكنه يحتفل رغم الأوجاع، وإن شاء الله أن نرى النور قريبا والاحتفال يعم جميع محافظات اليمن إن شاء الله. مع استمرار تعنة الميليشيا ورفضها لأي حلول سياسية أو إيقاف الحرب، تزداد أوضاع المواطنين سوءا يوما بعد يوم. وبين مناسبة وأخرى يظل السلام الحلم الغائب الذي يتشكل فقط بالانتظار والرجاء. فبأي حال يقابل اليمنيون عيدا آخر مليئا بالوجع والفقد. تتفاوت أحوال الناس هنا في محافظة شبوة وقدرتهم على تلبية متطلبات العيد في ظل الأوضاع الراهنة، لكن الجميع يحاول الاحتفاء بهذه المناسبة وإن كانت مظاهرها على غير العادة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، شبوة.